الشباب هن دائما عماد المستقبل، والخطوة الجبارة هي اللي عملتها المؤسسة عام السينما الحياة تشكر عليها، والشباب كلهم اليوم لهم ملاذ واحد والمؤسسة العامة للسينما اللي بيقدروا يحققوا أحلامهم وطموحاتهم من خلالها، ونحن معهم ونشجعهم. وأنتم بتعرفوا دائما أنا بكل أعمالي بحاول أعطي فرصة كبيرة للشباب لأنه هن المستقبل. هيدا في تكريم لحضرتك بالمهرجان، قديش بيعني لك هالتكريم؟ والله أي تكريم هو يعني لي أكيد، ولكن يعني أنا بقول التكريم الحقيقي هو محبة الجمهور ومتابعة الجمهور لأعمالنا، وإن شاء الله هيك دائما يعني نقدر نقدم شيء يخدم هذا البلد ويخدم هذا الوطن بهالظروف الصعبة. هاي السنة في إضافة إنه في مسابقة الأفلام القصيرة العربية بالاحترافية، برأيك قديش مهم لتبادل الخبرات؟ شيء مهم لأنه يعني هذا البيت العربي الأصيل، يعني العرب يجب أن يعودوا إلى دمشق وينطلقوا أيضا من دمشق، لأنه مثل ما بتعرفوا كل المواهب العربية أخذت فرص حقيقية عندما انطلقت من سوريا. نتأمل إن شاء الله النجاح لهذه الفكرة واستمرارها.